انتظر طلاب شوية لحد ما يبدأ الريكوردينج. اوكي هسه بدأ. هذا المثال اريدكم شوية تركزون وياي، لان هذا المثال يحتاج شوية تركيز. Example 3: A sewer system is to be designed for the urban area of the following figure. منطيني هذا الفيجر، هذا الفيجر يمثل الاريا اللي بدنا نريد نسوي لها سور ديزاين. منطيني شنو، ناخذ شنو معنى الرموز اللي منطيني اياها بالرسم حتى نعرف شلون نتعامل وياها. اول شيء الخطوط الحمراء هذه اللي تشوفوها، هذه هي قطع البايبات. الدوائر هذه الزرقاء، هذا المنهولات. الأرقام اللي يم الدوائر هاي أرقام المنهولات، يعني هذا منهول 7، هذا منهول 6، هذا منهول 5، هنا منهول 9، 8، وهكذا إلى أن أصل لآخر منهول اللي هو هنا منهول رقم 1، هذا الأوتلت. وبعدين يروح تريتمنت بلان. الأرقام اللي باللون الأخضر منطيني إياها، هذه هي أرقام البايبات اللي تربط بين المنهولات. انتبه على الفقرات شنو. الرسم طبعا جدا جدا مهم بالديزاين، لان ينطيني فكرة عن موقع المنهول. فهنا مثلا اذا تلاحظون انه منهول 7 ماكو شيء قبله، ماكو شيء قبله، يعني ماكو بايب قبله دي يصبي، هو بداية شبكة. فهذا الديزاين مالته مال انفرتبل راح يعتمد على منسوب سطح الارض، مش قد عمق الحفر حتى اوصل للبايب، وانقص من عندها ايضا دايمتر مثل ما سوينا بالمثال السابق. بينما من هول 6 لا، من هول 6 اكو بايب قبله اللي هو هذا البايب رقم 1. فهنا ايش راح يصير؟ هنا راح يصير انه البايب رقم 2 الانفرت ليفل مالته راح يعتمد على السلوب اللي دا يجري بيه من هول رقم 1. راح يصير الانفرتبل مثل ما حسبنا المنهول بي بالمثال السابق، اللي هو راح يكون ايش قد الانفرتبل للبايب ماينص السلوب في الاير. اجي كملت مثلا وصلت المنهول 9، من منهول 9 مو اعتبره والله تكمله شبكه، عفوا، وارجع مو اعتبره تكمله شبكه هذا عندي، وارجع ابديله مثل ما بديت. لا، المنهول 9 راح اعامله وكانه اول منهول عندي بالشبكه، يعني راح اعامله معامله المنهول 7. منهول 9 عامله معامله منهول 7. منهول 10 نفس الشيء، ليش؟ لان ماكو بايب قبله. منهول 10، منهول 16، من هول 13. ملاحظات عمر اللي تقول لكم اياها. لما نجي احسب الكيو مثلا بايب رقم 1، بايب رقم 1 ده يخدم هاي المنطقة. انا هسه انتم ملاحظات عامة حتى من نبدي بيها بالحال عندكم شوية باك جراوند عنها. من هول مثلا هذا البايب رقم 1 او من هول 7 ده يجي له مي او مي مجاري من هذه المنطقه، هو حيعطيك الاريا لكل منطقه، هو من هول ايش قد يخدم. فالمي مالته كله حيصب هنا بمن هول 7 وبعدين يجري في البايب رقم 1. من اوصل لمن هول 6، من هول 6 ايضا اكو اريا ده يخدمها هنا، فمي هاي الاريا ده يدخل هنا بمن هول 6. بالاضافه الى شنو؟ بالاضافه الى انه من هول 6 دا يجي له مي من البايب اللي قبله. اني هذا البايب رقم 1 خوما والله يجري بيه المي اللي جا من هول 7 وها هي وينتهي، وسلسله يعني. اني المي دا يجري يجري ويتجمع، يجري ويتجمع من المناطق. فشي يصير اني كل ما امشي بالشبكه دا تمشي وتتجمع مي اكثر. من اقول مي اقصد بيه مياه مجاري طبعا. فهنا هذه لازم لازم ضروري جدا تاخذوها بنظر الاعتبار لما تحسب الكيو اللي دا تجري بكل بايب. انه انا اللي يصير عندي كيو تراكمي، تراكمي جايني من البايبات اللي قبلها، قد كانت تحمل كيو بالاضافه الى المي اللي دا يدخل حاليا للمنهار من الاريا اللي دا يخدمها هذا المنهار.
بينما إذا كان اللي من هو بداية شبكة مثل 9 و10 و16 و13، هنا أنا عندي بس المي اللي دا يدخل من الأريا اللي دا يخدمها، لأن ما عنده بايب قابلة دا يحمل له أيضا مياه مجاري. فهاي النقاط المهمة اللي لازم تنتبهون عليها. هسه راح نجي نشوف شنو الأشياء اللي منطيني إياها بالسؤال حتى نكمل. City elevations at manhole locations are shown below. كاي منطيك هنا المنهول نمبر وش قد ستريت اليفيشن، منهول نمبر ستريت اليفيشن يعني منهول واحد ستريت اليفيشن دي 30.88 قطعا متر، منهول اثنين ستريت اليفيشن 31.76 وهكذا الى ان يوصل الى منهول 18. زين. It has been determined that the population density is 40 persons per 4050 متر مربع. No. هنا شنو منطي؟ منطي شقد الكثافة السكانية لكل 450 سوري 4050 متر مربع اريا. يعني يقول لك كل 4050 متر مربع اريا بها 40 شخص. And that the sewage contribution per capita per day is 378 لتر. كل شخص من دول اللي موجودين بهاي الاريا، كل شخص باليوم الواحد مقدار السويج اللي ينتج عنه هو 378 لتر. There is an infiltration component of 0.56 لتر per meter square per day. مقدار الرشح اللي دي يدخل ايضا داخل الشبكة بمقدار 0.56 لتر لكل متر مربع باليوم الواحد. Local regulations require that no sewer be less than 200 millimeter in diameter, assume an equal 0.013. هاي جدا مهمة هذه ال local regulations اللي منطيها. قايل انه الدايمتر مال السوار ما نريدها اقل من 200 مليمتر. بس هنا بالديزاين اذا طلع لك اي وحدة محليت وخلاص طلعت الدايمتر ولقيته اقل من 200، لازم تلغي الدايمتر اللي استخرجته من المعادلات وتقول انه حسب هاي الريجوليشن راح استخدم ال 200، لان هو قايل ما نريدها تقل الدايمتر عن 200 مليمتر. راح نجي للديزاين. هذا ايضا تكملة المعطيات، هذا التيبل الثاني تكملة معطيات السؤال. شو منطيك؟ منطيك البايب نمبر منين يبدي من يامن هول وين ينتهي اليامن هول، وش قد طول هذا البايب نمبر، وش قد هاي الانكريمنتال اريا بالكيلومتر مربع اللي دي يخدمها. قد يعني هسه مثلا نجي على بايب رقم واحد، بايب رقم واحد قايل لك هو يبدي من منهول 7 ينتهي بمنهول 6. من منهول 7 هذا بايب رقم واحد واضح جدا من الرسم، يبدي من منهول 7 ينتهي بمنهول 6. طول هذا البايب 192 متر منطيه بالتيبل. الانكريمنتال اريا، الاريا اللي دي يخدمها مقدارها 0.352 كيلومتر مربع. الاريا اللي ميها يفوت لهذا المنهول رقم 7 هي 0.352 كيلومتر مربع، هاي هي الانكريمنتال اريا. ونفس الشيء بالنسبة لبقية البايبات، كل بايب منطيك منين يبدي وين ينتهي، ايش قد طوله، ايش قد الانكريمنتال اريا. بس نجي هذا طبعا رقم 11 طلاب، هذا رقم 11 اللي قام زينه، هذا رقم السلايد يعني رقم الصفحة، قصدي رقم الصفحة. هذا 11 مو عبالكم من جزء من الحل، صاير بنص التيبل 11 مفروض هنا 12، هاي 12 هنا صايرة وهكذا، هاي 13 هاي ارقام صفحات، هاي 14 من هنا. المهم نرجع لصفحة 13 11 سوري. هنا بس الملاحظة شنو؟ أنا دا أشوف أكو بايبات ما عندها انكريمنتال أريا، يعني شنو؟ مثلا بايب رقم 4، بايب رقم 4 يبدي من منهول 8 ينتهي بمنهول 5 أولى 117.4 بس ما عندها انكريمنتال أريا، نروح لمنهول رقم 4، رقم 4 واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي أربعة، هذا بايب رقم أربعة اللي دا يحكي عليه، قايل يبدي من منهول 8
وينتهي بمنهول 5 منطقة طوله الفايف ايش قد هذا الفايف رقم 4 بس ماكو انكريمنتال اريا يعني عايفه فراغ. هاي شنو معناها؟ معناها انه اني هذا الفايف مجرد انبوب دا ينقل ما يدي يجي مي من خارج المنهول، يعني مجرد دا ينقل المي اللي دا يجي من بايب رقم 3 الى منهول 5 فقط، يعني ماكو هنا انكريمنتال اريا تصب مياه المجاري مالتها بمنهول 8. هذا معنى انه ينطيك واحد من البايبات ما بي انكريمنتال اريا، بايب رقم 4 وبايب رقم 9 وبايب رقم 16 وبايب رقم 17، مجرد دا ينقل من منهول إلى آخر بدون ما يدخل له مياه مجاري، قصدي من خارج المنهول. مياه المجاري مجرد دا يجيبها يجمعها من البايبات القبلة ينقلها من منهول إلى آخر، بس من خارج المجاري وتجي تدخل للمنهول ما عنده، ماكو ما دا يخدم اريا. مجموع الاريات كلها هذه، يعني هسه هاي الشبكة تخدم هاي الاريا كلها، مجموع كل الاريات اللي تخدمها سمايشن اعتيادي طلع 0.697. هذا شنو وحداتها؟ كيلو متر مربع. تكتبون لي الوحدات لان هسه نحتاج نجانس الوحدات، هسه راح نشوفها. هسه نجي لخطوات الحل. اول شيء اني احتاج احسب كيو، احتاج احسب كيو. من راح احسب كيو هو ايش منطيني؟ منطيني بالسؤال قايل لي كل شخص باليوم الواحد ينتج سوج مقداره 378 لتر، 378 لتر، هذا للشخص الواحد في اليوم الواحد. منطيني ايضا الكثافه السكانيه 40 شخص لكل 4050 متر مربع اريا. هذين الاثنين راح استفاد من عدهن انه استخرج اشقد قيمة كيو بالاعتماد على الاريا طبعا، بالاضافة لانه ما ننسى الانفلتريشن الرشح اللي داخل اللي مقداره 0.56 لتر لكل متر مربع اريا باليوم الواحد. ايضا راح يجي هي عبارة عن ترتيب وحدات اكثر ما انه قانون يعني ثابت. الفلو ايش قايل لي؟ قايل لي عندك 40 شخص لكل 4050 متر مربع اريا، 40 شخص لكل 4050 متر مربع. هاي ال 40 تقسيم ال 4050 متر مربع راح اضربها في الشخص الواحد ايش قد ينتج سوج، اللي هو 378 لتر لكل كابيتا بالدي، لتر لكل كابيتا بالدي. الغرض من عندها خلصت من وحدة الكابيتا اللي هي عدد الأشخاص الكابيتا. فايش صار عندي؟ صار 40 كثافة السكانية 40 تقسيم 4050 أضربها في مقدار السوج للشخص الواحد باليوم الواحد 378 لتر لكل كابيتا بالدي. طلعت عندي بوحدات اللتر بالدي لكل متر مربع اريا، طلع 3.733 لتر سوج دي ينتج لي بالدي في اليوم الواحد لكل متر مربع اريا. طيب هو ايش قايل لي؟ قايل لي اكو انفلتريشن، اكو رشح دا يدخل ايضا للمجاري مقداره 0.56 لتر لكل متر مربع اريا باليوم الواحد. لاحظوا انه وحدات الانفلتريشن هسه مساوية لوحدات هذا الفلو اللي هو أيضا باللتر لكل متر مربع أريا باليوم الواحد، فلا أقدر أجمعهن، جمعتهن حتى أدخل الانفلتريشن بالحساب ما أقدر أهمله. فايش صار عندي؟ صار عندي التوتال فلو اللي يشمل الفلو مال مياه المجاري الناتجة من الأشخاص زائد الانفلتريشن، سميناه التوتال فلو. حاصل جمعهم هو 4.293 لتر لكل متر مربع اريا بالدي، هذا لتر هذا الرمز. احنا اكو شيء اسمه اكتوال ديزاين توتال فلو، اكو ديزاين فلو.
ديزاين فلو هو ثلاثة في التوتال فلو. طبعا هاي الكلمات اللي جاية ما اعرف ليش الاحرف مالتها شو تطشرت، هذا من حولته من باوربوينت الى بي دي اف. فشوف كلمة التوتال فلو الاحرف مالتها شوية مطشرة. يعني شنو هذا؟ احنا من نسوي ديزاين نعتبر ان الفلو اعلى من الحقيقي اللي موجود حتى نكون مستعدين لأسوأ الحالات. انه زاد الفلو لوحده من الاسباب، لازم يكون عندي بيك. تذكرون لما اخذنا شلون نحسب البيك فلو للديلي والاورلي، احنا شنو الغايه؟ انه اني احسب البيك فلو، احسب البيك فلو حتى الديزاين مالتي يكون على أسوأ حاله، انه البايباد تحمل اكبر كميه مي ممكن انه تدخل للبايباد. هنا نفس الوضع، هنا الديزاين فلو اخذ 3 اضعافه حتى يكون مستعد لأسوأ الحالات، ان الفلو لما يزيد عندي شنو اللي شلون ممكن اسوي ديزاين. فانت ما يصير نمشي على الاكتوال فقط، لازم نكون الديزاين مالتنا على البيك فلو او على الديزاين فلو اللي هو 3 في التوتال فلو. زين، 3 في التوتال فلو ضرب 3 في 4.293 طلع عندي الناتج 12.879 لتر لكل متر مربع بالدي، لتر لكل متر مربع بالدي. أنا إيش أريد؟ أريد الفلو صيغة كيو اللي هو اللتر بير دي مثلا، أو متر مكعب بير سكند، أو متر مكعب بير دي. يعني أريد أتخلص من هاي المتر المربع. هاي المتر المربع حتى أتخلص من عندها لازم أدخل الانكريمنتال اريا هذه بالحساب. هسه راح نشوف الشرح تتدخل هذه الانكريمنتال اريا. بس قبل لا أدخلها، أنا بما أنه راح أستخدم مانينج، إحنا قلنا سويج نستخدم مانينج فورمولا. المانينج فورمولا الفلو كيو هي بوحدات متر مكعب بير دي، أو مباشرة تقدر تحولها منها هذه الوحدات متر مكعب بير سكند. يعني هذه مكان مال هنا بس مجرد حول 12.879 لتر لكل متر مربع بالدي من وحدات لتر بير دي إلى وحدات متر مكعب بير دي، يعني مجرد قسمها على ألف. أقدر هنا هم مباشرة أحول الدي إلى سكند حتى يصير تحويل واحد مباشر. هنا ما أقدر مو أقعد أحول كل وحدة من دول، هنا شو مسوي؟ حاسب الفلو بمتر مكعب بير دي حسب هذه بعدين رجع حولها. فأنت إذا تريد، هو هذا أصح طبعا حتى أختصر وقت، أحول هذا الرقم اللي هو 0.013 متر مكعب بير دي بير متر مربع أحوله متر مكعب بير سكند، يعني الدي أحوله إلى سكند. هسه راح نجي بهذا التيبل نحسب بس الفلو اللي دي يجري بكل بايب من بايبات هاي الشبكة. البايب رقم 1 قلنا هو من منهول 7 إلى منهول 6، طوله 192، الانكريمنتال اريا مالته 0.352 كيلومتر مربع، كيلومتر مربع. انتبه للوحدات. هذه منين جاب هاي المعلومات كلها؟ من التيبل الثاني اللي معطيك اياه هنا بالسؤال. هذا اللينث 192، هذا الانكريمنتال اريا 0.352. هنا راح احسب فد شيء، هسه راح يبدي الحل. هاي الكيوميوليتيف اريا والسويج فلو، بعدين احول قيمه السويج فلو من متر مكعب بير دي الى متر مكعب بير سكند، هاي بدايه الحل. هنا راح احسب فد شيء اسمه كيوميوليتيف اريا. يعني شنو كيوميوليتيف اريا؟ يعني اني هذا البايب جايه فلو من بايب قبله، اجي لازم اباوع على الرسم هو اللي يحكمني. البايب رقم 1 اذا تلاحظون هو ما مرتبط بالبايب قبله، يعني المنهول هو بداية الشبكة منهول 7، فمعناه بايب رقم 1 مدى يجي فلو من بايب موجود قبل منهول 7.
الفلو اللي دا يدخل لفايف رقم واحد هو بس من الانكريمنتال اريا، بس من الاريا اللي دا يخدمها. فايش صارت؟ صارت ما عندك كيومليتيف اريا، تبقى هي نفسها الانكريمنتال اريا 2352. زين، اجي احسب ايش قد الفلو ناتج من هاي الانكريمنتال اريا. الفلو ايش راح يصير؟ انا عندي الفلو 0.013 متر مكعب في الداي لكل متر مربع اريا، لكل متر مربع اريا واحد. زين، انا عندي 0.352 كيلو متر مربع اريا، راح يصير اذا هذا راح تنضرب 0.013 اضربها في 0.352 بالاريا اللي عندي، يطلع عندي سوج فلوش جيت. بس وين تنتبه؟ تنتبه للوحدات، هنا عندك متر مربع وهنا عندك كيلو متر مربع، فلازم لازم هذا الكيلو متر مربع تحوله الى متر مربع. تنتبه تربيع هنا، يعني هنا احنا نعرف انه الكيلو متر هو 1000 متر، بس الكيلو متر مربع هو 10^6 متر مربع، لان هذا تربع بعد، فالالف هم تتربع. فإذا أريد نكتبها كأرقام إيش راح تصير؟ تصير 0.013 اللي هو متر مكعب بير داي في متر مربع، في 0.352 هذه وحدات كيلو متر مربع، ال 0.352 أضربها في 10^6 حتى أحولها إلى متر مربع، يطير هذا المتر المربع، والمتر المربع اللي موجود بالمقام تبقى لي وحدات السوج فلو متر مكعب بير داي، طلعت لي 4576. قلنا هاي وحداتها شنو؟ متر مكعب بير داي. هو يريدها بوحدات متر مكعب بير سكند حتى استخدم مانينج فورمولا، فحول الداي الى سكند، طلعت 0.053. طيب طلاب مفتهمين هاي الفقرة شلون بدي احسب السوج فلو؟ دكتورة عيديها اذا ممكن. منين؟ وهاي اول خطوة اللي بالجدول اللي من حولنا الكيلومتر للمتر. اول خطوة بالجدول. نعم. انا هنا الديزاين فلو اللي استخرجته وحداته متر مكعب بير داي بير متر مربع، يعني كل متر مربع مساحة عندي باليوم الواحد ينتج من عندهم مي مجاري مقدارها 0.013 متر مكعب. زين، إذا المساحة عندي 0.352 كيلو متر مربع، أريد أحسب إيش قد مي مجاري ينتج من هاي المساحة ويدخل لي إلى منهال 7، وبعدين يجري بالبايب رقم 1. فهنا شو اسوي؟ هذا الديزاين فلو 0.013 متر مكعب بير متر مربع بالداي، اضربها في الاريا اللي عندي، لان قلنا هاي للمتر المربع بس الفلو مالته. اذا صار عندي هالقد اريا لازم اضربها حتى اطلع التوتال. بس وين انتبه؟ انتبه للوحدات. انا داري اذا اتخلص الان من دا اضربهن 0.013 في 0.352 حتى هم اتخلص من وحدات الاريا اللي موجوده هنا، حتى يبقى لي وحدات فلو مثل مكعب بير داي. بس انا حتى اتخلص من الوحدات لازم اجانسهن، هاي متر مربع هاي كيلو متر مربع، فش اسوي؟ لازم كيلو متر مربع احوله الى متر مربع.
الكيلومتر المربع الواحد يساوي 10 أس 6 متر مربع. إيش راح يصير عندي؟ تصير الفلو 0.013 في 0.352 في 10 أس 6، سوري مو أس سالب، في 10 أس 6. 10 أس 6 هاي تحويل كيلومتر مربع إلى متر مربع. قد طلع عندي الناتج، طلع 4576 وحدات متر مكعب بير داي. هذه تمثل السويج فلو اللي تنتج عن الاريا اللي محيطة بمنهول 7 ويصب ميها بمنهول 7. هذا السويج فلو اني ما تفيدني وحدات متر مكعب بير داي، تفيدني وحدات متر مكعب بير سكند. فهنا مجرد انه احول الداي الى سكند، حولناها طلع الفلو مقداره 0.053. واضحه؟ واضحه ترى طلاب؟ واضحة. احد بعد عنده سؤال عليها؟ لان ترى البقيه كلها بهالاسلوب هذا راح تحسبه، كل السويج فلو حتحسبه بالاسلوب هذا. زين، نجي على بايب رقم 2. بايب رقم 2، ارجع للرسم، هنا الرسم كلش مهم. بايب رقم 2 يبدي من منهال 6 ينتهي بمنهال 5، ومنطيني بهذا التيبل ايش قد اللينث مالت البايب اللي هو 143.3، والانكريمنتال اريا مالته مقدارها 0.021 0.021، يعني هذا المنهال 6 دا يدخل له مي من اريا مقدارها 0.021 كيلومتر مربع. بس شنو تنتبه؟ تنتبه انه هذا منهول 6 اكو بايب قبله اللي هو بايب رقم 1. المي اللي كان يجري بايب رقم 1 وين راح يروح؟ اكيد راح يصب هنا يجي يتجمع هم يجري بايب رقم 2. يعني ما معقوله والله من يخلص طول البايب يجي منهول مي هم يروح وياه ينتهي. المي مالته بايب رقم 1 ايضا راح يصب بمنهال 6 وبالتالي يجري بايب رقم 2. هاي الملاحظة تنتبهون عليها، تشوفون شو راح نترجمها لأرقام. فبايب رقم 2 يبدأ من منهال 6 ينتهي بمنهال 5، طول البايب مالته 143.3 متر، الانكريمنتال اريا مالته 0.021 كيلو متر مربع. هنا طلعت عندي اكيوموليتيف اريا. شنو اكيوموليتيف اريا؟ ايش قد الاريا الحاليه؟ ايش قد الاريا مال البايب اللي قبله اللي اصلا ميه هم راح يرجع يصب في البايب رقم 2؟ مجموعهن هسه هذه 0.352 زائد 0.021 مجموعهن 2 زائد 1 3، 5 زائد 2 7، 3 زائد 0 3، فطلع 0.373. هاي اكيوميليتيف اريا، لازم تتعلمون شلون تحسبوها، اللي هي الاريا الحالية اللي دا يخدمها هذا المنهال 6 زائد الاريا السابقة اللي ميها دا يصب بالبايب اللي قبل هذا المنهال اللي هو بايب رقم 1. بايب رقم 1 ليش اسوي اكيوموليتيف اريا؟ لان اني مي المجاري اللي دي يجري كل ما اتقدم بالشبكه دي يتجمع مي اكثر، فكل ما تتجمع مي اكثر هي ناتجه من تجميع مساحات، فلهذا اني دا اجمع المساحات. فجمعت المساحه للبايب رقم 1 زائد المساحه للبايب رقم 2 طلع مجموعها 0.373. هاي العمليه نفس الشيء هنا، شلون احسب السويج فلو؟ بس ايش راح اخذ؟ اخذ اكيوموليتيف اريا، لان ما دام عندي اكيوموليتيف اريا اللي اخذه، ما عندي اخذ الانكريمنتال اريا. بس السويج فلو ايش راح يصير اللي دا يجري بالبايب رقم 2؟ راح يصير 0.013 في 0.373. بس انتبه قلنا الوحدات ما متجانسه، هنا متر مربع هنا كيلو متر مربع، فايش يصير؟ اضرب الاريا هذه 0.373 في 10 أس 6 طلع عندي ايش قد فلو ده يجري في البايب رقم 2.
المفروض الفلو اللي دا يجري بالبايب رقم 2 هو أكبر من الفلو اللي دا يجري بالبايب رقم 1. ليش أكبر؟ أحد يقدر يجاوب؟ دكتورة، لأن هو دكتورة الفلو لن تجيع بعدين. دكتورة هو الفلو مساحة بش اسمه بسرعة. دكتور، هو غير جمع الفلو، يعني تراكم يعني. المساحتين، هي المساحتين كيف انجمعن فلازم يزيد الفلو اوكي الجديد. شكرا علي. بما انه اني دا اجمع مساحة مال بايب رقم 1 هي المساحة مال بايب رقم 2، فهنا اكيد الفلو اللي دا يجري بالبايب رقم 2 هو اكبر من الفلو اللي دا يجري بالبايب رقم 1. ليش؟ لان انا هذا الفلو بالبايب رقم 2 ناتج من الفلو اللي بالبايب رقم 1 زائد الفلو اللي دا يدخل لي جديد، يدخل من الاريا الحاليه اللي انا بيها. هذه الاريا الحاليه اللي تخص المنهول 6، فاكو فلو جايني منها اصلا بالبايب رقم 1 زائد الفلو اللي دا يدخل جديد من هاي الانكريمنتال اريا. بعدين حولت الفلو بوحدات متر مكعب بير سكند، تحويل الدي الى سكند. الدي 24 اور، الاور 60 منت، المنت 60 سكند. فتقسم هذا الرقم الى 400 الى 4849 تقسيم 24 في 3600. ال 24 هي تحويل الدي الى اور، وال 3600 هي تحويل الاور الى سكند، يطلع 0.056. للي يريد يختصر خطوات الحل، اعيد واكرر، للي يريد يختصر كل هاي التحويلات وعمليات الضرب بالامتحان، انت وقتك محدود. تيجي منها تصفي الوحدات من هذا الرقم الوحيد. شلون اصفي منها الوحدات؟ هاي المتر المربع ما اخليها متر مربع، اسويها كيلومتر مربع. بالتالي من احول هذا المتر المربع الى كيلومتر مربع؟ ماكو داعي كل مره احول الاريا اللي هنا الى متر مربع. منها اختصرتها حولتها الى كيلومتر مربع، راح تجيني اريا هي بالكيلومتر المربع، فيختصرا ويروحا. صح لو لا؟ وياي يا طلاب. اي دكتورة وياك صحيح. ايديها دكتورة، ايديها. حتى اختصر هاي التحويلات الهواية اللي دا اسويها، مثلا هنا انا دا احول كيلومتر مربع الى متر مربع، ودا احول الفلو من متر مكعب بير دي الى متر مكعب بير سكند. هذا كله وقت عندي بالامتحان، بس انا هناك كاتبته بالتفصيل حتى تعرف هاي منين جايه. بس انت بالامتحان لازم تدور لك على يعني شغلات صغيرة تختصر لك الوقت. فانت شو تسوي؟ منه اجي اصفي وحدات هذا الرقم، هذا الرقم اللي كل مرة دا اضربه بالاريا، عشان اصفي وحداته. اني هذا ما يفيدني بوحدات متر مربع بير داي، اريده بوحدات سوري متر مكعب بير داي، اريده بوحدات متر مكعب بير سكند. فلو اريده، فهنا اجي هذا الدي حوله الى سكند. هاي الدي اللي هنا احوله الى سكند، هاي وحده. اثنين، اذا الاريا منطيني اياها بالمتر المربع خيرا على خير، هاي متر مربع، هاي متر مربع ما عندي تحويل. بس هنا الاريا بيش منطيني اياها؟ منطيني اياها بوحدات كيلو متر مربع. حتى لا كل مره بالجدول هذا الطويل اللي بيه 17 بايب احول الاريا كل مره من كيلو متر مربع الى متر مربع، يعني 17 مره راح تستخدم هذا التحويل. شو اسوي؟ منها مباشره هذا احول هذا الوحده المتر المربع اللي موجوده هنا ويا الرقم 0.013، هاي اللي احولها الى كيلو متر مربع، نفس وحدات الاريا، لان هي انا هذا الغرض من عندها، بس اختصرها يعني اول تالي راح تختصر هاي وحدات الاريا، فانا لازم اجانس اسويها نفس الشيء حتى اختصرها. حتى لو منطيك الاريا بالايكر مثلا بالفوت مربع هنا ما يهمني، هنا انا هم احولها الى فوت مربع وايكر. يعني شلون مو منطيني الوحدات مال اريا بالسؤال احول هذا الرقم الى وحدات اريا. ايش راح يصير؟ متر مكعب بير دي دوت متر مربع راح يتحول الى وحدات متر مكعب بير سكند دوت كيلو متر مربع. كل مره هذا الرقم راح تضربه بالاريا بدون تحويل مباشره حصل سويج فلو بالمتر مكعب بير سكند. ما احول ولا مره بعد، خلاص هي تحويله واحده من البدايه وتمشي على الكل. عرفت شلون؟ فهمتوها؟ تمام دكتور.
البقية فهمتوها لو لاصت عليكم انه ابو زايد. واضح. زين، نجي على بايب رقم 3. بايب رقم 3 قايل لي يبدي من منهال 9 ينتهي بمنهال 8، طول البايب مالته 118.9 متر، ومنطيني انكريمنتال اريا مقدارها 0.05. اجي للرسم هنا من اضاع بالرسم. بايب رقم 3 من 9 هو بداية شبكة، ماكو قبله بايب. احنا قلنا اللون الاحمر هذا الفايب، نشوف انه ماكو قبله بايب، بما انه هو بداية شبكة اذا ماكو انكريمنت، ماكو كيومليتيف اريا، ما يصير عندي تجميع للفلو. هو الفلو بس اللي يجيني من الاريا اللي بيخدمها هذا المنهول. ايش صار عندي؟ صار عندي انه ماكو كيومليتيف اريا، هي بس الاريا نفسها الانكريمنتر اللي مقدارها 0.05، هذا اخذناها من هذا الجدول 0.05. هنا استخرج السوجي فلو مثل ما استخرجها لبقيه البايبات، انه انا ضربت الاريا بالبدايه 0.05 اضربها في 10 اس 6 حتى احولها الى متر مربع، والناتج اضربها في 0.013 يطلع لي السوجي فلو بوحدات متر مكعب فيردي، بعدين احول السوجي فلو الى وحدات متر مكعب فير سكند يطلع عندي 0.008 مكعب فير سكند. نجي لبايب رقم 4. بايب رقم 4 يبدي من منهول 8 ينتهي بمنهول 5، منطيني لينث إله بس ما منطيني انكريمنتال اريا. هذا بايب رقم 4، هاي معلوماته من منهول 8 الى منهول 5 117.4 لينث مالته، وماكو انكريمنتال اريا. طبعا اني اقدر بدون ما ارجع للرسم اعرف انه هذا البايب او هذا المنهول هو مرتبط بالبايب قبله. شلون اعرف؟ من هذا الجدول، من هذا الجدول اشوف انه منهول 8 موجود هنا. ما دام موجود هنا معناها هذا البايب رقم 3 اذا يصب ميه من منهال 9 الى منهال 8 وبعدين يجي من منهال 8 الى منهال 5، اذا هذا منهال 8 اكو بايب رقم 3 قبله. هي انا هذا بايب رقم 4 هو مرتبط بالبايب رقم 3، بس بايب رقم 4 شنو اللي يختلف عن بايب رقم 3؟ انه ماكو مي مجاري دا يجيني من المنطقه، وانما دا يجي من البايب اللي قبله فقط. يعني هذا مجرد دا ينقل من منهال 8 الى منهال 5، ما يضيف هو مي، لان ما منطيني انكريمنتال اري ابدا. هذا شو راح اتصرف وياه؟ هذا راح ياخذ الاريا مال البايب اللي قبله، لان ماكو هو ما دا يخدم اريا، هو الفلو دا يجي من البايب اللي قبله فقط. فايش صارت؟ صارت الانكريمنتال الكيومليتيف اريا هنا ليش كيومليتيف؟ لان جايتني من البايب اللي قبله. فقال الكيومليتيف اريا للبايب رقم 4 هي نفس الانكريمنتال اريا مال البايب رقم 3، لان هو مدى يخدم اريا مجرد دا ينقل. الفلو يطلع نفسه، الفلو نفسه مال البايب رقم 3 هم 0.05 اضربها في 0.013 واضربها في 10 6 حتى احولها الى متر مربع الاريا، يطلع لي بوحدات متر مكعب فردي الفلو اللي هو 650، بعدين هاي 650 احول وحداتها الى متر مكعب بير سكند طلعت 0.008. هسه نجي لبايب رقم 5. بايب رقم 5 قايل يبدي من منهول 5 ينتهي بمنهول 4. اذا باوع بهذا الجدول القى منهال 5 موجود مرتين هنا وهنا، معناها هذا البايب اكو بايبين قبله اللي هو بايب 4 وبايب 2. هسه اذا نرجع للرسم نشوف هذا الشيء، احنا وصلنا الى بايب رقم 5 اللي هو هذا، يبدي من منهال 5 ينتهي بمنهال 4. بس انتبه شكو قبله، اكو قبله بايب رقم 2 يصب بمنهال 5، وبايب رقم 4 ايضا يصب بمنهال 5.
فمن تيجي تحسب، هاي ملاحظة هم كلش مهمة تنتبهون عليها طلاب، من تيجي تحسب الاكيوميليتف اريا لهذا الباي، اني هذا الباي منين دا يجي ماي؟ دا يجي ماي من بايب رقم 2 ومن بايب رقم 4 زاد الاريا اللي دا يخدمها. اذا اخذ الاكيوميليتف اريا مال بايب رقم 2 زائد هذا البايب من هول مالته، هو نقطة تجمع لبايبات سابقة 2 أو 3 أو 4 حسب السكتش اللي يجيكم، حسب الرسم يعني اللي يجيكم. طيب رقم 2 اللي كوميليتيف، شو هاي الأصوات؟ دكتور الصوت صار يقطع يعني ويا هاي الأصوات طبعا. قلنا هسه نعيد. طيب رقم 5 موجود، يبدي من هول 5 ينتهي من هول 4، وقلنا من هول 5 موجود هنا، موجود هنا، اذا اعتمدت على التيبل ما اعتمدت على الرسم. بما انه موجود بمكانين، معناها المي اللي دي يجيني من بايب رقم 2 والمي اللي دي يجيني من بايب رقم 4 كله دي يصب من هول 5، هذا الشيء واضح من هذا الرسم، من بايب رقم 2 ومن بايب رقم 4 كله دي يصب من 5، هو ناتج من الاكيوميليتيف اريا للبايب رقم 2 زائد الاكيوميليتيف اريا من البايب رقم 4 زائد الانكريمنتال اريا للبايب رقم 5 اللي هو بيخدمها. انا ايش قد الانكريمنتال اريا مال البايب رقم 5؟ هي 0.02، سجلها هنا 0.02. شوفوا هاي الاكيوميليتيف اريا، هاي تكتب عليها منين جايه؟ جايه من اكيوميليتيف اريا للبايب رقم 2 اللي هي 0.373 زائد الاكيوميليتيف اريا للبايب رقم 4 اللي هي 0.05 زائد 0.02 الانكريمنتال اريا. طلاب الكل تكتب هاي الملاحظه، ال 0.443 هذه الاكيوميليتيف اريا جايه من الاكيوميليتيف اريا للبايب رقم 2 زائد الاكيوميليتيف اريا للبايب رقم 4 زائد الانكريمنتال اريا للبايب رقم 5 اللي احنا هسه بنسوي له ديزاين، فطلع الناتج 0.443. أحد عنده سؤال على هذه الملاحظة؟ أنا أحاول أمشي على كيف وده أشرح كل شيء موجود، يعني هذا التيبل ده أشرح كل رقم منين ده يجي وكل حالة بحالتها، ونرجع للرسم ونرجع للتيبل حتى يكون عندكم واضح بعد، يعني خلاص تضبطونه مليون بالمية. فأحد عنده سؤال هذه الـ 0.443 شلون حسبها؟ أوكي هسه السويج فلو ياخذ الـ 0.443 يضربها في 0.013 بعدين يضربها في 10^6 حتى يحول كلمة المربع للمتر المربع، يطلع له 5759. هذه شنو؟ وحدات متر مكعب كردي. طبعا هذا المفروض الفلو مالته أعلى من دولة كلهم، مو من مجموعهم، لا من أعلى من كل وحدة بيهم، هي 5759 أعلى من 4849 وأعلى من 650. من أقول أعلى منهم، أعلى من البايبات السابقة اللي إذا تصب بنفس المنهار، يعني أعلى من الفلو اللي موجود بالبايب رقم 2 وأعلى من الفلو اللي موجود بالبايب رقم 4، وهذا منطقي لان هذا الفلو اللي هنا موجود بالبايب رقم 5 هو جاي من مجموع الفلو بالبايب رقم 4 زائد الفلو بالبايب رقم 2 زائد الفلو اللي جايني من هاي الاريا الانكريمنتال اريا، بعدين مجرد حول وحداته الفلو من متر مكعب بير داي الى متر مكعب بير سكند طلع 0.07. هسه نجي للبايب رقم 6. البايب رقم 6 بادي من هول 10 منتهي من هول 11،
هسه اذا ادور من هول 10 هنا، طبعا من ادوره مو ادوره هنا، روم من هول تو من هول، اشوف انه ما موجود من هول 10، اذا هذا استنتج من هذا التيبل انه من هول 10 هو بدايه شبكه. هذا بما انه بدايه شبكه، ان الفلو اللي يجري في الفايف رقم 6 هو داخل لي بس من الاريا اللي يخدمها هذا المنهول، واللي هي مقدارها مساحتها سوري مقدار المساحه 0.04 كيلومتر مربع. خلى الانكريمنتال اريا 0.04 كيوميوليتيف، ماكو كيوميوليتيف للمدى يتجمع لي مي من بايبات سابقه، فراح يصير الفلو هو عبارة عن 0.013 في 0.04 في 10 أس 6 حتى حولها من كيلومتر مربع إلى متر مربع، يطلع لي 520 متر مكعب بير دي، بعدين أحول في داتا إلى متر مكعب بير سكند. زين هسه نجي لبايب رقم 7. بايب رقم 7 ويبدي من منهول 11 ينتهي من منهول 12. منهول 11 موجود هنا، اذا المي اللي دا يجري في البايب رقم 6 راح يصب هنا يمي، اذا هنا لازم اكو اكيوميليتيف اريا. حطيت اللينث مالته، حطيت الانكريمنتال اريا مالته، اكيوميليتيف اريا ايش راح يصير؟ راح يصير 0.04 زائد 0.025، لان انبوب 6 مية يصب بمنهول 11 مثل ما لاحظنا هنا، صار المجموع 0.065. ال 0.065 هذه اضربها في 10 اس 6 احول وحداتها الى متر مربع، بعدين اضربها في 0.013 يطلع لي الفلو من 145 متر مكعب بير دي، بعدين احولها الى متر مكعب بير سكند. نجي الى بايب رقم 8. بايب رقم 8 يبدي من منهول 12 ينتهي الى منهول 4. انا اشوف البايب رقم 7 ميه دا يصب بمنهول 12، لان البايب رقم 7 يبدي من منهول 11 ينتهي بمنهول 12. بس نرجع قلنا من هو بايب رقم 7 يبدي من منهول 11 يصب بمنهول 12، يبدي من منهول 11 هذا بايب رقم 7 يبدي من منهول 11 يصب بمنهول 12، هو مرتبط بالبايب اللي قبله اللي هو بايب رقم 6. عندنا هنا اكو اكيوميليتيف اريا، الاكيوميليتيف اريا ايش راح تصير؟
الاريا الحالية اللي دي يخدمها الفايف هي 0.025، والاريا اللي الفايف رقم 6 هي 0.04، فراح اجمع 0.04 زائد 0.025 تطلع عندي 0.065 كيلو متر مربع. ونفس الشيء كوميليت الاريا هذه 0.065 اضربها في 10 اس 6 احولها الى متر مربع، بعدين اضربها في 0.013 ويطلع لي الفلو بالمتر المكعب بير داي، وبعدين احولها. هسه نجي للفايف رقم 8. فايف رقم 8 هو هذا مرتبط بالفايف اللي قبله، فايف رقم 7. اذا الاكيوميليتيف اريا مالته ايش راح تصير؟ راح تصير ايش قد الانكريمنتال اريا هنا الفايف رقم 8 زائد الاكيوميليتيف اريا للفايف رقم 7، مو تاخذ الانكريمنتال اريا مال الفايف رقم 7 هنا. فاو انتبه لي، بس انا هذا فايف رقم 8 هذه مقدار الانكريمنتال اريا مالته فايف رقم 8 اللي هو 0.019. هو 5 رقم 8 مرتبط بال 5 قبله اللي هو 5 رقم 7. من اجي احسب الاكيوميليتيف اريا مالته مو اجمع الانكريمنتال اريا مال 5 رقم 11، لا غلط، اخذ الاكيوميليتيف اريا مال 5 رقم 11 قد زائد الانكريمنتال اريا الحاليه. فش يصير؟ يصير 0.065 زائد 0.019 يطلع الناتج 0.084. ليش غلط طلاب؟ من يجاوبني ليش غلط اجمع الانكريمنتال اريا مال 5 رقم 7 ويا الانكريمنتال اريا مال 5 رقم 8؟ دكتوره لان عندنا كيوميليتيف قبلها، يعني 5 رقم 8 اكو قبله دا يصب بي، فما يصير ناخذه بس هذا. اي هو دا اقول اخذ الانكريمنتال اريا مال 5 رقم 8 ويا الانكريمنتال اريا مال 5 رقم 7. لا دكتورة، بايب رقم 7 اكو قبله يعني دي يصب بي، اكو بي كيوميليتيف، ما يصير ناخذ هذا. ممتاز، غلط اخذ الانكريمنتال اريا مال بايب رقم 7. ليش؟ لان بايب رقم 7 اصلا اكو بايب قبله اللي هو بايب رقم 6 ما يصب بي، فانت اذا تاخذ الانكريمنتال اريا مال بايب رقم 7 وكانه دا تقول انه بايب رقم 7 ماكو بايب قبله يصب، بينما لما تاخذ الاكيوميليتيف اريا مالته وتجمعها ويا الانكريمنتال اريا مال البايب الحالي، انت دا تاخذ كل الفلو اللي دا يصب بالبايب رقم 7، وهذا صحيح. فطلعت عندي الاكيوميليتيف اريا للبايب رقم 8 هي 0.084. اجي هذه ال 0.084 اضربها في 10 اس 6 احولها من كيلو متر مربع الى متر مربع، بعدين اضربها بال 0.013 واستخرج الفلو وحوله لوحدات متر مكعب فير سكند. هسه ال 5 رقم 9، 5 رقم 9 جاي يبدي من منهول 4 ينتهي بمنهول 3. اذا باوع بس على هذا الجدول على هذا الكولوم اشوف انه منهول 4 موجود هنا يم 5 8 وهنا ايضا موجود يم 5 5. اذا 5 5 و 5 8 ما يهني يصب ويجري في المنهول 4، وبالتالي راح يجري بالبايب رقم 9. حتى اذا ارجع للرسم، هذا البايب رقم 9 يبدي من منهول 4 ينتهي بمنهول 3، بس هذا المنهول 4 اكو قبله بايب 5 وبايب 8 ما هنا اكيد راح يجي هنا، يعني قبل راح ينقطع وين
الطلاب هسه يسمعون صوت؟ اي دكتورة صوت موجود. اي دكتورة واضح. اوكي هسه اخر شيء سمعتوه شنو كان؟ دكتورة مشاركة صوت فتح لك دكتورة مال بايب رقم 4 و5 من يصبوا لي منهول واحد كان. طيب رقم لا مو 4 و5، 4 و8 هي دكتور 4 و8 سوري 5 و8. طيب رقم 5 9 حتى دكتور هذا وصلنا التسعة. دكتور 9 وصلنا هذا أعيدها 9 مو مشكلة. طيب رقم 9 يبدي حسب هذا الرسم يبدي من منهال 4 ينتهي بمنهال 3. إذا أضاوى على هذا البايب رقم 9 هو مرتبط قلنا بمنهول 4. البايبات اللي قبله هو بايب رقم 5 وبايب رقم 8. إذا المي اللي جايني بايب رقم 5 وبايب رقم 8 أكيد راح يصب هنا ويجري بالبايب رقم 9. إذا شو راح أحسب الفلو بالبايب رقم 9؟ أقول الفلو اللي بالبايب رقم 9 هو ناتج من الأكيوموليتيف أريا للبايب رقم 5. الأكيوموليتيف مو الإنكريمنتال. نفس السبب اللي قالت حنين قبل شويه انه انا اذا اخذت بس الانكريمنتال انا هذا احسب الفلو اللي يجيني بس من المنطقه ودا الغي انه اكو بايبات قبله ودا يصب ميها بي، فلازم اتعامل ويا الاكيوميتيف اريا. اذا شو راح احسب الاكيوميتيف اريا للبايب رقم 9؟ راح يصير الاكيوميتيف اريا للبايب رقم 5 زائد الاكيوميتيف اريا للبايب رقم 8 زائد الانكريمنتال اريا للبايب رقم 9. هذا انكريمنتال اخذه لانه هو البايب الحالي، بس دائما البايبات السابقه اخذ لها الكيوميوليتيف اريا. دائما البايبات السابقه سوري اخذ لها الاكيوميوليتيف اريا. بس راح اجي اترجم هذا الحكي كله الى ارقام. انا دا اشتغل هنا بايب رقم 9. طول البايب 112.8 متر وقايل لي ما بي اكيوميتيف اريا، اوكي ما عندي مشكله. سوري ما بي انكريمنتال اريا، يعني مجرد هذا انبوب ده ينقل مي، ما ده يجي له مي مجاري من المنطقه الحاليه اللي ده يحكمها. شلون راح احسب الاكيوميتيف اريا للبايب رقم 9؟ اجي اباوة المنهال 4 وين موجود؟ موجود هنا بالبايب رقم 8 وموجود هنا بالبايب رقم 5. فاجي على بايب رقم 5 ايش قد الاكيوميتيف اريا مالته؟ 0.443. والبايب رقم 8 ايش قد الاكيوميتيف اريا مالته؟ 0.084. فراح اجي احسب 0.443 زائد 0.084 زائد انكريمنتال اريا اذا اكو. هذا حناخذ عام وكل بعدين كل من حسب حالته. احنا بهاي الحاله البايب 9 ما بي انكريمنتال اريا، اذا اوكي راح اجمع 0.443 زائد 0.084 اجمع 3 زائد 4 7، 4 زائد 8 12، 4 زائد 0 0 وجاني 1 صار 0.527. طلاب انا دا احكيكم بالتفاصيل شلون بيطلع الرقم، لا اريدكم كل هاي تكتبوها ملاحظات يومكم على المحاضره. كل رقم من دولة الكيوميتيف اريا شلون بدنا نستخرجه؟ يعني اليوم يا دوب راح نكمل هذا المثال، يعني هسه على الساعتين الاولى راح نكمل بس هذا التيبل، وعلى الساعتين اللي بقيه راح نكمل شلون نحسب ان شاء الله. بالمناسبه احنا اليوم عندنا امتحان صح؟ محددنا؟ اي دكتور عليها. دكتورة فاحنا اليوم بس راح نتعلم شلون نحسب فلو بدون ما نكمل الديزاين. على المحاضرة اللي تبدي بالوحدة ونص امتحنكم، وان شاء الله على الاسبوع الجاي نكمل هذا المثال شلون نكمل الديزاين. زين تحضرون اوراق طبعا على الامتحان بالوحدة ونص.
اوراق وتسوي من ورا ما تخلصون الامتحان سووا لها سكانر وتدزونها وبقى تعود نتفاهم عليهم زين. هسه نيجي لفايف عشرة. فايف عشرة قايل بادي من منهال 16 من تيب منهال 17. اذا ادور منهال 16 هنا ما موجود، اذا انا اقدر منها استنتج انه فايف عشرة هو بداية شبكة او منهال 16 هو بداية شبكة ماكو بات قبله، فراح يصير ماكو اكيوميليتيف اريا تراكمية، هي بس انكريمنتال اريا. فاخذ الانكريمنتال اريا 0.02 ضربها في 10 أو 6 وبعدين ضربها في 0.013 واستخرج الفلو اللي هو 260 متر مكعب بير داي. نجي لمنهول 11. منهول 11 بادي من من سوري 5-11 بادي من منهول 17 منتهي بمنهول 18 طوله 122 الانكريمنتال اريا مالته 0.02. انا اباوح هو بادي من منهول 17، منهول 17 موجود هنا، اذا نستنتج انه ال 5-11 مرتبط بال 5-10 حتى اذا ما ارجع للرسم هسه. هذا 5-11 مرتبط بال 5-10 قبل حتى اذا ما ارجع للرسم منه من المعلوم من المعلومات اللي اذا اسطرها منين يبدي وين ينتهي اقدر استنتج. فهو بما انه مرتبط بال 5 اللي قبله اذا اكو اكيوميوليتيف اريا. ايش راح تصير؟ راح تصير الاكيوميوليتيف اريا السابقه، ما عندي اكيوميوليتيف اريا اذا ناخذ انكريمنتال اريا 0.02 لل5 رقم 10 زائد الانكريمنتال اريا مال5 الحالي، فصارت 0.02 زائد 0.02 طلعت 0.04 استخرج لها فلو. نجي ل5 12. 5 12 بادي من منهول 18 ينتهي بمنهول 3. منهول 18 موجود هنا، اذا استنتج انه 5-11 مرتبط ب 5-11 5-12 مرتبط بال 5-11 وهذا موجود على الرسم، هذا 12 قبل 11. اذا الفلو اللي دا يجري بال 5-12 هو جاي من اكيوميليتيف اريا، دائما قلنا البايبات السابقه اخذ لها اكيوميليتيف اريا. الاكيوميليتيف اريا لل 5 رقم 11 زائد الانكريمنتال اريا لل 5 رقم 12. فايش صارت عندي؟ صارت عندي 0.057. منين جايه؟ جايه من 0.04 زائد 0.017 الاكيوميليتيف اريا لل 5-11 زائد الانكريمنتال اريا لل 5-12 تبلها فلو اتيادي. وصلنا الى 5-13. 13 بادي من منهول 13 منتهي منهول 14. اجي هنا ادور اكو منهول 13 ماكو، اذا هذا بدايه شبكه هذا المنهول. هسه نرجع للرسم نشيك بدايه شبكه، احنا دا يشتغل هنا 5 13 بما انه بدايه شبكه اذا ما عندي اكيوميليتيف اريا. الفلو راح يصير 0.053 انكريمنتال اريا في 10 اس 6 في 0.013 هذا احسب الفلو. البايب رقم 14 اللي هو جاي من منهول 14 منتهي بمنهول 15، اشوف انه منهول 14 موجود هنا، اذا استنتج انه بايب 14 مرتبط بفايب قبله اللي هو 13. اذا الاكو اكيوميليتيف اريا راح تصير مجموع الاكيوميليتيف اريا مال البايب اللي قبله زائد الانكريمنتال اريا مال البايب الحالي. بما انه البايب اللي قبله ما بي اكيوميليتيف اريا اذا نستخدم الانكريمنتال اريا مالته اللي هي 0.053 زائد 0.021 يطلع 0.074. وهاي ال 0.074 هي اللي اضربها في 10 اس 6 واضربها في 0.013 واستخرج الفلو. نجي على بايب رقم 15 اللي هو بادي بمنهول 15 منتهي بمنهول 3. منهول 15 موجود هنا، اذا صارت الاكيوميليتيف اريا هي الاكيوميليتيف اريا اللي 5 رقم 14 اللي هو البايب السابق 0.074 زائد الاكيوميليتيف اريا مال البايب الحالي 0.039. طلعت الاكيوميليتيف اريا واقدر استخرج من عندها الفلو. نجي الى
5 16 يبدي من منهول 3 ينتهي منهول 2. منهول 3 موجود هنا في البايب 15، موجود هنا في البايب 12، موجود هنا في البايب 9. يعني تنتبه انت هنا عندك 3 اريات كلها تصب بالمنهول 15 خلصناه صح؟ المنهول 16. فالبايب 16 قلنا يبدي من منهول 3 ينتهي بمنهول 2، بس الثلاثة المنهول 3 موجود بالبايب 15، موجود في البايب 12، موجود في البايب 9. هذا البايب 9 راح اجي شلون احسب ال accumulative area للبايب 16، هاي 0.697 شلون احسبها. اجي اخذ اول accumulative area اللي هي 0.527 زائد 0.057 لان هذا موجود زائد 0.0113 زائد الانكريمنتال اريا اذا موجوده للبايب، ما موجوده اوكي صفر، طلعت 0.697. هسه هذا بايب 16، هذا دي يجمع ماي من بايب 15 بايب 9 بايب 12 من الرسم كلش واضح. فش راح يصير؟ المي اللي دي يجري بايب 16 هو ناتج من الاكيوموليتيف اريا، اكيوموليتيف وليس انكريمنتال للبايب 12 زائد الاكيوموليتيف اريا للبايب 9 زائد الاكيوموليتيف اريا للبايب 15 زائد الانكريمنتال اريا لنفس البايب 16. فاني صدفة انه هذا البايب 16 هو مجرد دا ينقل من منهول الى ثاني وما دا يجي مي من اريا دا يخدمها، فالانكريمنتال مالته صفر. اذا اجمع اكيوموليتيف اريا بايب 12 زائد كوموليتيف اريا للبايب 9 زائد كوموليتيف اريا للبايب 15. ايش قد طلع الناتج؟ طلع الناتج 0.697 واحسب له فلو. البايب 17 مرتبط بالبايب 2 سوري من من 2 الى من هول 1. من هول 2 موجود هنا، وين موجود بعد؟ ما موجود مكان، خلاص هو بس هنا. إذن الاكيوموليتيف اريا للبايب 17 هي الاكيوموليتيف اريا للبايب 16 لان موجود به المنهار زائد الانكريمنتال اريا للبايب 16، راح يصير 0.697 زائد 0 لان ماكو انكريمنتال اريا تبقى نفسها والفلو يبقى نفسه. لهنا طلاب فاهمين؟ عندكم سؤال عليها؟ ما حد عنده سؤال عليه؟ اوكي.